باقت بصدري من فراقك نواياي ومحتار عطيب النوايا وهلها اني على راي ولد عمي على راي الله على الجهال حاكم جهلها هاي ولا هاي همني يا بنت الطيب راسخ عقلها شيالت للحمل يا من على بلواي منط الأصيل ما بناخذ بدلها نسوان هاي على هاي بنت الأصيلة وما بناخذ بدلها وبنت القديشي وجهها مثل حرباي في كل دقيقة وعم تلون أصلها همني أميرا غبت تحفظ وصاياي وانحل ضيفي بين منها عدلها وانوجعت هيام تصبر على الدايا ويظهر عليها بوجهها من خجلها يا ما همنا البضل تقعد على مراي وبشخلة الديوان والشو دخلها وتقعد بجنب البيت هدت زواياي وفي كل لحظة يا جماعة زعلها وما تشفقش عالحيل لو هدت قواياي وكل يوم بلوى من البلاوي عملها طلعت من البيت بتقول باي باي يا الله يبدلني بحرمة بدلها البعض النساء يا رجال بالبيت عواي بعدين بسبب رجال بالبيت عواي وبالظن ما حد بالبرايا مثلها وبعض النساء غسالت عجلاي وبكل كلمه عم بتحكى بفضلها وبعض الرجال ما بتسوى نعل صرماي بيبيع امه وباسم زوجي وهلها
وقفهم هذول. راحت ايام الاسلام قبل ايام مليحة ما بتفضح خباياي، وحتى لو انهى النفس باين خللها. وبهوى مليحة ما بتفضح خباياي، وحتى لو ان النفس باين وحلها. بكره لبنت بالوساويس حجاياي تحكي قصصنا لكل واحد سألها. يا ويله من الله بلا تحول غدر. هلا يا مرحبا، هلا يا مرحبا بالضيف لما اجلنا امشينا بخدمته وصلنا اجلنا. ويا رب الكون، يا رب الكون لا يقرب اجلنا، يا رب الكون لا يقرب اجلنا الا بطاعة الباقي نبهها.